سلام البنات، اليوم غندير معكم واحد لي بان سبيسيو. هذا بالنوا وبالكركاع وبالشريحة. عندنا هذا لي بيستول ديال الزيتون، وعندنا بان دومي بسومون فيومي. هذا وهذا حتى هو بنوا. هاد الخبيزات كيجيو زوينين بزاف. سي دي غوسيت اللي انا ادابتيتهم بالثيرموميكس، و سي دي غوسيت اللي زوينين بزاف بزاف. كنقدمهم بيان سور مع فطور او غوتي مغربي عادي، بلي كونفيتور وجبان واملو. هادي البنات ما كتخطانيش في البرد. شريحه سي دي في كونفيت بالويل دوليف والزعتر. دونك فوالا، بالنسبه للوصفه الثانيه ديال في لي بان سبيسيو، عندي هني عندي الخبز بالنوا او الكركاع والشريحه. حتى هذا تيجي زوين بزاف. انا تنخدمت لكم غير بنص كيلو ديال الدقيق، فانتم تقدروا تخدموا بكثر الا بغيتوا او اقل. مهم بحال دائما تنديروا لا بالانس. كيف قلت لكم قبيله تنسبقوا بالماء هو الاول من الاحسن. غادي ندير 250 غرام. انا دائما عندي الزياده، دائما نزيد 10 غرام. غادي ندير الخميره. بالنسبه للبنات اللي غيبقاو يسولوني على لي زانغغيديون، فراه غادي نحطهم لكم في لا بار دانفو بالتدقيق، يعني بالغرام اكزاكت. عندنا نص كيلو ديال الدقيق. هنا عندنا الدقيق ديال القمح اللي مطحون في الترموميكس بحال اللي قلت لكم. كنخلط معاه واحد شويه ديال الفورس، ماشي بزاف. اللي ما بغاتش ديرو ما ديروش، راه هو ملي تيطحن في الترموميكس راه كيجي بحال فورس، يعني كيتطحن. حيت ملي كطحني القمح في الترموميكس كيكون عندك لي نيفو ديال الطحين، يعني بغيتيه سمسماد بغيتيه كما بغيتي. فوالا، دونك 500 غرام. عندنا المليحه ديالنا، عندي هنايا الحليب بودره وشويه ديال سنيده. بالنسبه للحليب بودره انا تنفضلو نديرو في الخبز على انني ندير محسن ولا ندير شي حاجه. بالنسبه لهاد لا غوسيت فكنديرو ديريكتومون معاها الزبده تعجن، واحد 50 غرام ديال الزبده، ماشي بحال قبيله تدلكات. غنديرو بيترين وغادي ندلكوها 3 ديال الدقائق اولا جوج على حساب الوقت اللي عندنا. انا غندير 3 دقائق حيت فيها القمح كثير، دونك القمح تيبغي شويه ديال الدليك. صافي، ونخليها تدلك. دونك هنا البنات سالت القطعه ديال العجينه. شوفوا لاباط ديالنا، فوالا ها هي معجونه بحال هكا. هنا غادي نزيد ليها واحد 50 غرام ديال الكركاع. ديروا كثر ديروا قل ماشي مشكل. والشريحه ديالنا تقدروا تزيدوا التمر البنات، وتزيدوا اللي يعجبكم اللي كيعجبكم وصافي. المهم ليسونسييل هو ان هذا لو بان هذا يكون بالنوا ولي فيغ، سينو تقدروا تزيدوا عليه اللي بغيتوا. غادي ندير اون مينوت وحده اخرى باش نخلط لاباط ديالي مع الكركاع وهذا، وكندير بيتر. صافي، ونخليه يخمر. دونك هاكي كتشوفوا البنات، هو تخلط ليا النوا مع الشريحه، وغادي نخليه يخمر حتى يتضاعف الحجم ديالو ونطلقه. بالنسبه للبان فيك هاو البنات كيف كتشوفوا، هو طلع مزيان. هذا كنحاولوا اننا ما نخرجوش منه بزاف هذاك الهواء اللي تيكون فيه، ففقط نحاولوا نطلقوا هكا. وغادي نديرو كريسات صغار. بالنسبه اللي بغات تعبر فكيكون الوزن ديالهم 80 غرام. انا ما غاديش نعبرهم، غادي ندير عيني ميزاني.
ساعات قدوهم في ملي تبغيو ديروا الكويرات ديالكم. فوالا بحال هكا تمشي، واللي ناقصه راه تنكملوها صافي، وتنروليو بحال هكا نمشيو معاهم شويه حتى يترولو لينا مزيان. كيجيو بحال هكا البنات. انا غادي نستعمل هاد الليمون، هادو اللي ما عندوش هاد الليمون يقدر يستعمل غير يعني يستعمل اي حاجه عنده متوفره، ليمون ديال الحديد او اللي يديرهم ديريكتوم في الطاوه اللي بغيتو. انا فقط خديت هاد الليمون هادو وبغيت نجربهم، بغيت نجربهم في هاد الكريسات هادو. فوالا دونك الا بانت لينا شي وحده صغيره تنكملوها وتمشيو بحال هكا حتى نساليو لي بان ديالنا كاملين. دونك نحطوهم هنا نكرسو شويه هكا باش ياخذوا لافور. هاد لي بان سبيسيال البنات كيكونوا زوينين بزاف و تيصبروا معنا، يعني حتى الا كان غادي هكا الفطور ولا الكوتي ديال الوليدات ولا تيكونوا زوينين. كيف كتعرفوا راه الاثمنه ديالهم شويه مرتفعه هاد لي بان سبيسيال، دونك من الاحسن ديرهم في الدار وكنعرفوا راسنا اش كنديروا، ما فيهم ني يعني هذاك لاميليورون ولا حتى شي حاجه. هادي شويه صغيره نخليها صافي. البنات غنكمل انا بحال هكا الخبيزات ديالي حتى نساليهم ونخليهم يخمروا عاوتاني واحد تقريبا واحد 30 حتى 40 مينوت عاد باش نطيبهم. دونك نفس العمليه غادي نرشو بالماء قبل ما يخمر، ضروري البنات قبل ما يخمر. هانا غادي نرشو بالماء مزيان، ما تخافوش من الماء في العجينه. هنا عندي شويه ديال الجنجل البيض غنديرو من الفوق. بالنسبه ليا كنستعمل هذا اللي تيتباع مسدود حيت كتكون فيه التاريخ ديال الصلاحيه وكل شيء، ماشي بحال ديال العبار. صافي غادي هاد الخبيز هذا ديال النوا والقرقع تيجي زوين بالجنجلان. ما عندكمش هذا ديروا جنجلان البلدي ديالنا حتى هو تيجي زوين. دونك صافي البنات غادي نخلي هذا الشيء يخمر مزيان وندوز نطيبه. بالنسبه للفران كنكون مشعله على 250، كندخلو واحد 10 دقائق الاولى على 250، من بعد كنهبط ليه درجه الحراره على 200 من الفوق ومن التحت. الا عندك شالور تورنون ديريها وكنخليه يطيب. صابون واحد 40 مينوت باش كيطيب مزيان وكيطيب على خاطر. فوالا البنات غنخليوه يخمر ونديروه يطيب ان شاء الله. بالنسبه للبنات لهاد بالنسبه لهاد الخبيزات فكيف كتشوفوا خمروا معنا، فحنا كنجيو هنا وكنقطعوها هكا الجنب بحال هكا. انا عندي هادي ديال لا بولونجري، تقدروا ديروه باي، ماشي ضروري هادي، يكون ماضي موس ماضي مزيان اولا اون لام صافي. وكنقطعوه هكا من الجنب ماشي من الوسط، من الجنب بحال هكا صافي. وكندخلوه يطيب، كنحاولوا نغرقوا شويه ديك الفتيحه باش كيخرج لينا باش كتجينا الديكور زوين ديالها ملي كطيب. فوالا فوالا البنات هادو لي بان ديالنا بحال هكا تيجيو. بوغ هاد لي بان ديال سميتو ديال النوا وديال لي فيك اولا الشريحه، فا اون فوا كتجبدوهم من الفران يكونوا مازال سخانين كدوزو عليهم واحد هكا واحد الطريطقه ديال زيت العود فوالا بحال هكا، وتتخليوهم يبردو حيت هاد زيت العود كتخلي عندهم واحد لابغيونس و لوكو اوسي هكا، يعني كناخدو حيده وكندوزو عليها بحال هكا مازال سخيخنا مي سي با كاف. زويته العود عرفتي البنات هاد الخبيزات هادو والله الا شنقول لكم رائعين، غادي يعجبوكم بزاف ان شاء الله.
صافي غنكمل انا الخبيز ديالي ونتلاقاو.